تتطلع أجندة النيابة العامة إلى ترسيخ دورها في تحقيق غاياتها ومستهدفاتها من خلال التخطيط والتنسيق السليم. لذا كان لابد من التركيز على تعزيز تواصل القيادة العليا مع القيادات الوسطى والموظفين من خلال سلسلة من الاجتماعات الفنية والزيارات، حيث سيتم التركيز خلال الفترة القادمة مع القيادات الفنية لرفع مستوى أداء منظومة العمل القضائي ولمراعاة تطبيق معايير البرنامج بناء على طبيعة وعمل الدائرة. وترتكز الأجندة على مجموعة من اجتماعات متابعة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية للوقوف على مدى قيام الوحدات بتحقيقها على أكمل وجه. وسيتم العمل مع شركاء الدائرة في مجموعة من الاجتماعات والمذكرات لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وسوف تواكب الأجندة العديد من الأحداث والأيام العالمية ذات الصلة بطبيعة عمل النيابة العامة، والتي لها معان وأهداف سامية كيوم البيئة العالمي ويوم المخدرات العالمي وغيرها من الأحداث. وختاماً، تعتبر الأجندة فرصة لإنضاج الخطة الإعلامية بغية الوصول إلى مستويات متقدمة من الأخبار والتغطيات الإعلامية في النيابة العامة.